ملي دخلنا لهذا الملف ديال تهامي بناني كانت عندنا واحد الخطه وواحد الاستراتيجيه مع الاستاذه خيار، كان عندنا واحد الاتفاق مع سيده حياه العالمي، فحنايا ما جيناش ودخلنا عشوائيا، كانت كل شيء مرتب وكانت اي مرحله الا فيها واحد وقتاش غادي نديروها وعلاش غادي نديروها، وحنا مشينا خدمنا بذكاء وباستراتيجيه وبعلم وبالقانون، لاننا حنايا الناس ديال القانون ما كنديروش شي حاجه اللي غترجع علينا، فحنايا اولا باش نحميو سيده حياه العالمي نفسها ضد هاد المتهمين اللي كاينين، لان كتعرفوا الى الواحد لان باش تستافدوا، وانا كنقول للطلبه اللي كيتبعوني باش يستافدوا، ان الواحد الا مشى احتضر واحد الشكايه او لواحد البلاغ او لواحد الوشايه خاصو يعرف بانه يحسبها، علاش؟ لان يمكن لها تقلب عليه واللي هو لاجي انا خرج براءه هاد مد وجهي خاصك ترد عليا نرد عليك، راه ما يسحبش الواحد راه انا غنشكي صافي انا راه غنقضيها، لا راه يمكن لك تشكي وتقول بحال دابا هذا دار هادي وسرق وقتل ودار وفعل، لكن القضاء في الاخر غيحيد ليه شي تهم ويخلي له غير وحده ولا جوج، اذا الواحد كيعرف شنو خاصو في الكتابه ديالو اللي كيكون كيشكي بشي حد يحدد مزيان، حيت حنا عندنا بعض المرات كيجي واحد كيقلب شي شكايه كيقول لك النصب والاحتيال والتزوير وهذه، لا 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 رصي، علاش؟ حيت المحكمه كتبغي الادله، قلتي التزوير جيب على التزوير، قلتي النصب جيب النصب، قلتي وخصك يتحقق داك الشيء اللي انت كتشكي به ماشي غير كتخيلو، يجب ان يتحقق، معنيتها توصلتي وخديتي داك المبالغ ووصلتي على داك الشخص. المهم نرجعوا للملف ديالنا، اذا كانت عندنا واحد استراتيجيه، حنا كنا متبعين بحالكم متبعين حتى نتوما معنا الملف ديال تهامي بناني اللي حنايا فرقنا هاد الوراق هادو واللي سميتهم لن استسلم ابدا، واللي حنايا مازال كنقلبوا عليه لان هذا راه البحث عن المختفي، وحاطين الارقام ديال التليفون ديالنا وكنتحملوا مسؤوليتنا على هاد الكلام. اذا حنايا من النهار الاول وحنا تنقولوا تهامي بناني مختفي، يعني ما كانتش شي حاجه جديده، ملي حنا الا قلنا مختفي يعني خصك تقلب عليه، اذن كلشي ولا كيقلب عليه، المغرب كيقلب عليه، العالم كيقلب عليه، اللي لقى شي واحد كيقول هذا هو ماشي هذا هو، علاش؟ حيت سي توتافي نورمال، حيت هذا الولد هذا تختفى وداب، ملي تختفى وداب راه كيمكننا توقع لنا لينا حنا توقع لاي واحد فينا، ولذلك فحنايا خدينا هذا الملف هذا باش ناخذوه، اولا باش السيده حياه العالمي تاخذ الحق ديالها، ثانيا باش يولي عبره وباش يكون واحد الدرس للمواطن المغاربه بانهم خاصهم يتحدوا، لان لا ظهرت لنا واحد الجريمه غريبه بواحد الشكل معين راه يمكن لها تولي يعني تطبق على العموم. فحنايا بقينا غاديين مع هذا الملف، راكم تبعتيونا كنشكروكم بزاف لانكم التعليقات ديالكم احترام ديالكم لينا تقديركم للمجهودات ديالنا تساؤلاتكم حول القضيه ولا حول القانون حول الفصول، حنا كنا ما كندخلوش على حتى شي واحد كنوريوهم كل واحد كنهضروا وكنعلموهم وكنقولوا هذا الفصل هذا شنو خصو يطبق وهذا ما خصوش يطبق ياك، وبقيتو متبعين معنا الجلسات ومتبعين معنا وحاضرين دائما، كنشكركم بزاف على هذا المنبر والاتحاد ديالكم مع سيده حياه العالمي سواء داخل المغرب او خارج المغرب، كنوجه لكم التحيه انا واستاذه زينب. لكن اللي وقع هي انه بدات الاطوار كتغير، دخلوا معنا اساتذه كرام اجلاء كنشكرهم من هذا المنبر، الدكتور مصرار والدكتور بن سعيد اللي هما دخلوا مشكورين، كنعتبرهم حنا من جنود الخفاء اللي بداو كيمدونا بواحد المعلومات قيمه اللي يمكننا حنا نوظفوها، ولو اننا حنا كانت عندنا واحد استراتيجيه وكانت عندنا حتى حنا بعض المعلومات ولكن ما كانتش عندنا واحد الدقه اللي هما جابوها لنا مشكورين، لكن حنايا كان عندنا مثلا طعن في المحاضر، طعن في الصور، طعن في كل ما قام به الشرطه ذلك طبقا للفصل 289 290 751، فحنايا استعملنا القانون. ملي حنايا بغينا باش نزيدو نطورو المساله بدينا غناخدو بعض المعلومات اللي كيمدونا بها لانهم عطاوها لينا، ماشي قالوا لنا حنايا هادشي غير كنهضروا عليه عامه، لا قالوا لنا حنا كنهضروا عليه ولكن هاكم كلكم توظفوه، قلنا لهم ماشي مشكل. خدينا كانت الجلسه اللي قبل من هذه حطينا فيها كل ما هو علمي جديد، تلاقيت انا والاستاذه خيار قلت لها فوالا راه حنا طاعنين في المحاضر، طاعنين في هذا الشيء، طاعنين في الصور ديال الجوته، طاعنين في هذا الشيء، راه الاساتذه وضحوا لنا وصيفطوا لنا انه كل حاجه اللي كيدايره اللي حاجه اللي مقسمه اللي مقطعه اللي هذه، قالنا ما كاين مشكل، خديناهم درنا المذكره ديالنا عطيناها للاستاذه المحترمه حطاتها امدت بها الهيئه المقره، وبالتالي خصكم تعرفوا ان اللي كيعطي شي مذكره راه كيعطيها لواحد الهيئه ولواحد الدفاع وخاصها تسجل في كتابه الضبط، يعني ان لو غريفي اللي كيكون على اليمن انها عطات واحد الورقه باش واحد المذكره باش نعطيوهم بحسب الاطراف، علاش؟ حيت القانون بعض المرات كيمكن لك ملي تمشي للنقد يقول لك حنايا كانوا هادو كيجيبوا غير مذكره واحده اخرى كيبقاو يصوروها، لا القانون تيقول لك بحسب الاطراف، اذا حنايا عطيناهم فلا بد كانت خصها تاجل باش طلع عليها المحكمه، حيت هاد الناس هادو اللي حنايا في المواجهه ديالهم المواجهه ديال مدام حياه معاهم ما بغاوش يقولوا الحقيقه، بقاو كاذبين 15 عام وما كيكذبوا، كل مره كيجيبوا شي كاذب على كاذب، حنايا علاش نثقوا بهم؟ بحال دابا يقول لك في الاخر ايوا راه اخر اجراء كان هو هذا وقروا، وعلاش غادي يكون حتى من بعد 15 عام وعاد حنايا هذاك الشيء اللي قالوا غنعتبروه هو اقرار؟ حنا ما اعتبرناش اقرار، حنا اعتبرناهم كذابين وبقاو دائما كذابين، ولكن المشكل اللي وقع هي انهم هما كذابين وجا الدفاع ديالهم حتى هو كيكذب، وهذه هو الطماطم الكبرى، لانه خصهم باش يربحوا
خصهم يضربوا في المصداقيه ديالنا. فشنو غيختاروا الاستاذه زينب؟ ما يمكنلهمش يختاروا على حقاش الزميله ديالهم غتطلع ديك الساعه بالناقب. ومع ذلك راه واحد الخروقات اللي فعلا يمكن غيوصلوا لهذا الشيء. غادي يضربوا في المصداقيه ديالي انا لانني ما تبعها حتى شي هيئه وانا مواطنه عاديه، لكن عندي المكتب ديال الاستشاره القانونيه. وملي بديت كنعاون السيده حياه العالمي وكنبحث معاها بجديه وكنمشي معاها في واحد استراتيجيات جديدين اللي هما بحال دابا هذه نشر ما نشر، شكون اللي غادي يمنعنا اننا كنديروا واحد الورقه كنقلبوا عليها على هذا المغرب ما غيتقدمش؟ انا نبقاو حنايا ديما متاخرين. اش راه الناس داروا في السبعينات وفي الستين؟ علاش دابا حنايا فين ما كيديروا شي حاجه كيف يعقل انهم ليس لازالوا يبحثون عنه باسم؟ نعم لازلنا نبحث عنه. وتهامي بنالي لازال حيا يرزق بما انكم ما جبتوش لينا لا جثه ولا عظام ولا حتى شي حاجه. واخا تقولوا لنا تحرق، يلا جيبوا لنا البقايا ديال ديك الحريق، لان حنا عندنا فيهم واحد الحاجات، جوج الحاجات اللي عارفهم السيده حياه العالمي وانا، اللي ما يمكن لهمش يمشيو واخا تحرق واخا دير اللي بغيتي لابد من القرض ديك الشيء. علاش ما غتجيبش الرماد؟ اذا السيد تعمدتي انه يذوب ويتبخر مع الهواء. سحب لهم انهم اللي غيقولوا لنا رماوه في البحر، راه حنا زعما غادي نتيخو وغنسكتو. راه حنايا لا، ما يقولوا 100 رماوه في البحر، هذيك غير تخريجه، كانوا غيمشيو منها باش الاخرين يخرجوا وما يتعاقب حتى شي واحد. حقا ما كاينش جثه، اذا بدون دليل، اذا الافراج. وماشي غير هكا، انا باغا نوضح للمواطنين، كانوا مخططين على اساس انه غادي تحكم القصير ويخرج الحكم ديال القصير، هو راه ديجا تخرج واحد الحكم ابتدائي وغادي يكملوه في الاستئناف ويديروا ليه النقد، حيت خص 10 ايام من بعد، لان كتعرفوا بان 10 ايام اذا هما ضاربين الحسبه ديال الا بقاو عامين وست شهور او 8 شهور غادي يكون صدر الحكم الابتدائي ديال القصير وصدر الحكم الاستئنافي ديال القصير. ومن بعد 10 ايام ما سنفت ما مشاش حتى واحد للنقد ما حاجه، اذن اصبح نهائيا واصبح حكما او قرارا قضى بالشيء المقضي به. وبالتالي غادي يولي تمشي المحكمه المحاكمه ديال الرشداء على غرار المحاكمه ديال القاصرين. لكن حنايا الاستاذه مشكوره فاطنين وعارفين بانه بما انه كيكون شي ملف فيه رشداء وفيه قاصرين لابد انه كيتفصل. فمشينا قلبنا في الغرفه ديال القاصرين لان حنا ماشي اغبياء، ولقينا فعلا بانه كاين حكم ابتدائي وان الفتره الزمنيه اللي كانت محدده كانوا مخطين انها خصها تجي مع هذيك العماين باش يكون الحكم ولا نهائي ديال القاصرين. لكن الفصل 461 من قانون المسطره الجنائيه اش تيقول لك؟ تيقول لك بانه ما يمكنلكش تاخذ الحكم ديال الرشداء قبل من ديال القاصرين. علاش تيتحكم ديال الرشداء عادي يمكن لك تحكم ديال القاصرين؟ داكشي علاش حنا الملف ديال القاصرين درنا له فيه اعاده التكييف ودرنا فيه ايقاف البت اللي كتخولوني المحكمه كتقولنا عندكم الحق توقفوا شي مسطره حتى تسالي المسطره الاولانيه، هما تيلعبوا معنا وحنا كنلعبوا معاهم. ولكن البارح خرجوا بواحد الكلام قاسي، بقاو كيقولوا الخائنه ليلى في زي ذئب، ليلى الشيطان، ليلى فعلا ليلى ماشي الشيطان، ليلى الذكاء والحكمه والرزانه والتريض. انا ما يخلعنيش انا كروت ولا غيخلعني الاستاذ السناوي اللي عاجة في الملف وهو اصلا واجهني انا عند ماروك نيوزلاين وقاس عليا السبان وقاس عليا بالقذف وانني امقت هذه السيده واحتقر هذا النوع من الاشخاص وهي ليست مستشاره قانونيه ومتسلطه على المهنه وهناك فرق شاسع بين المحاماه والاستشاره شساعه الشمس والارض ياك. وعلى قاس علينا بهذا الكلام هذا اللي يعني ما فهمتش انا، حنا نتوما غير فين ما يكون شي واحد اجتهد ووصل ومشى في الاستقامه كتبقاو عليه. علاش؟ راه انت يا محامي عندك الخدمه ديال الاختصاص ديالك وانا عندي الخدمه ديالي واستشاره في الاختصاص ديالي. وانا قلتي ماشي مستشاره قانونيه ما حتى حاجه، راني قلت لك عندي الدبلوم ديالي، عندي لابيتونت ديالي، عندي الغوجيست كوميرس ديالي، وعندي حكم قضائي ضد اساتذه محامون من هيئه الريبه اتهموني بانني ماشي مستشاره قانونيه وغلبتهم. غلبتهم وغنفذ عليهم لانهم ولا نهائي، هذاك دابا هذاك هو اللي ولا نهائي. فمن بعد مني استاذ السناوي حاول يدخل على الخط على الملف وهضر عليه بلا الاذن، بلا الاذن وما كانش طرف دعوه وهضر على الملف في السوشيال ميديا اللي كيقول لك دابا السيده حياه كتستغل السوشيال ميديا باش توصل الكلام ديالها وباش انها تولي هي محاكمه الانترنت. واش كنتوما كتستغلوا نتوما السوشيال ميديا باش تخربوا على الناس وباش تكذبوا عليهم؟ اصلا ما كانش استاذ السناوي طرف في الملف باش يدخل فيه، باش يدخل ويمشي. اذا شنو بدا كيدير؟ بدا كيجي في الوقت ديال الجلسات اللي كيكونوا حنايا فيهم، فبالتالي عرض خدماته على السيده حياه العالمي اللي رفضات. ودابا لحد الان كنتلقاو دي ميساج اللي كيقولوا لنا شوفوا الاستاذ زهره، شوفوا الاستاذ هيني، شوفوا الاستاذ على حنايا استاذه خيار ما عجبتكمش. استاذه متميزه ومقتدره ولها تجربه كبيره، ما يخلعوناش حنايا اربعه الرجال. لا حنا اليوم زمان العيالات داروها الرجال وغيفكوها العيالات وغيفكوها الامهات، وعندنا استراتيجيات وحده اخرى مازال غادي نديروهم. اذا حنايا هذوك اللي قالنا السب والقذف وداكشي دابا كيقلبوا لنا على شي بلان، ما عندهم هذه هي العقليه المغربيه، ما كتلقاش شي واحد ميدوز ليه كتبقى تقلب على شي بلان هنا راه جالسين قايلين شتي دابا ديك ليلى علاش خانت اصلا؟ حيت هي عندها شك بدون رصيد.
يقول لكم انا جرائم تحت الطلب كلشي تخلع. قال لك استاذ السنوي كيف يعقلك السيده هذه تتحدث عن جرائم تحت الطلب وهذه مصيبه هذه، معني انت ميزي اراهك جريمه معلومه السي السناوي، ميزي هاك ارى جريمه، ونزيد اكثر ميزي هاك وارى كذبه. علاش مشيتي كتقلق قدام لي سوشيال ميديا بان السيده ليلى جات لعندي؟ الناس راه صحاب لي مشينا عندك البيرو، حنا راه ما كنمشيوش عند شي حد، حنا داك راه كان غير كولوار، وهداك راه حنا اللي بغينا نلوحوا لكم داك الكره بانكم ما عندكم علاش غتخدموا. انا داك الساعه غيخلصكم الناس، خاصكم تبرروا العمل ديالكم. وقلت لك الحدود بيني وبينك، وجيتي وسلمتي عليا وداكشي في الاخر خارج انها ذات اخلاق عاليه وفاضله. مالك ما بيني وبين ثلاث ايام كتقلب نهار ما مزياناش وما يمكن لهاش وما استاذه، ما قلت غير كلمه استاذه قلت لهم وياكم تهضروا على استاذه ولا تقولوها، فان كلمه استاذه لا تقال لاي شخص، تقال لهذا وقال في الاخر قلتي هو الموثق، وها الدبلوم ديال التوثيق حتى هو. ولا غتبقاو كتحتقروا الناس دائما، ما عندكمش شي واحد يمكن له يوصل، ما كايناش، راه واصلين وغادي نوصلوا كثار من هذا الشيء كامل. فبالتالي مشيتي قلتي لهم جاو عندنا، حنا ما كنجيوش عند الدفاع ديال الخصوم، حنايا في الكولوار نتوما تعمدتيو انكم تعنقوا الاستاذه الخياري في الكولوار، بس زعما تصيفطوا تصاور لوحدين برا وتقولوا لهم هيا خاينه عنقاتو. راه جيكم من الاخر هذيك عاديه ما بين الزملاء كاملين، راه كيكونوا لداخل ديال القاعه مقاتلين، ولكن ملي كيخرجوا راه كيخرجوا كيعنق الواحد، هذه هي زميله ديالهم من حقهم، ولكن باش نتوما تاولوا الهضره وتبرروا داك الفلوس ديالكم اللي عطاوكم الاتعاب الاخرين غادي تردونا حنا ما مزيانينش، وهذه باش غدوزوا لنا الفاضله وصحوه الضمير ديالنا الضمير اللي صحه. على انا من النهار الاول كنت كاذبه على شي واحد، كاذبه على العالم، كاذبه على المغرب، ماشي انا من النهار الاول قلت لكم السيد مشى ديتيوه جيبوه، وراها باقي الحلقه ديال الاستاذ السناوي اللي كاينه في ماروك نيوز مشى كيقول كيف يعقل داوه غيجيبوه، كيف يعقل ان السيد متابع من اجل القتل العمد وانتم كتقولوا مختفي، هذا لا يعقل. لا اسيدي يعقل، لان هذيك المتابعه حنايا طاعنين فيها وهذا القانون تعطيه لنا بالفصل 432. انا تنقول لك الفصل ماشي بحال السكروت اللي قال لهم بلاتي بلاتي بلاتي، راه نسيت انا الفصل ديال الواحد واش الى لقى شي معتقل ما كيبلغش عليه، وانا نعاود نقول لك ياك بلا كتاب بلا والو 378 من قانون الاسره الجنائيه. فانتوما جيتو مع شي وحدين اللي كيسحب لكم غادي تسحقوهم على لقيتيهم راه وحقرتيو المراه، لا حنا منيش قال لك اه حنايا قلنا ليها واش يمكن لك تدخلي وتقولي بانك شتي الشبيه، قلت لهم معلوم شتي الشبيه كلشي شاف الشبيه وباقي غنشوف. ياك قالوا لك الشبه يخلق من الشبه 40، ودابا حنا يلاه وصلنا 4 وكاينين جوج قال لك في تركيا، ايوا فينا ماشي الاخرين، ها مازال كل نهار غنلقاو شبيه، وكل مره تقولوا اه لا ليلى قالت لكم سيروا باش ديروا عليه لا دي ان، سيروا لا دي ان ديال السيده حياه العالمي راه كاينه ديجا في المختبر ديالها وولدها، معناتها ان السلطات ملي كتلقى شي واحد كتديه. لكن دابا غادي نشرح لكم هذاك الاستهزاء وداك السخريه ديال الاستاذ السناوي، لان قلت له خصك تعتذر لي وحضرته المره الاخرى. شنو مشى دار؟ قال لك دخلنا وعيطنا ليها الاستاذه المستشاره وسحاب له غنتخبى مورا شي بيرو ولا مورا شي ناس دايزين كاينين تماك في القاعه. انا اصلا كندخل دائما القاعه وانا كندخل المحكمه بالكاشي ديالي، كندخل بالوراق ديالي وبالتعاقد ديالي مع المدام السيده حياه العالمي. هو قال لك حنا طلبنا منها قلنا لها واش يمكن لك تدخلي المحكمه، وهي قالت لنا اه راه جري انيت راهي باقي ما شتيش الجراه ديالي تبصح. اما انا دابا عاد غنجرأ وعاد غنقول لك بان هذيك الجراه ديالي اللي كتهضروا عليها هي انني كذبتيو، كذبتيو على الراي العام وكذبتيو على المحكمه وكذبتيو على الناس، وقلتي لهم بانه مني عيطنا ليها قلنا آه المستشاره عندها واحد المعلومات. انا ما كنضحكوا ياك، حنا كنا داخلين الجلسه بان الهيئه المحترمه خرجات وعاودت رجعات باش تقول لكم الحكم، باش تنطق بالحكم اللي هو رفض الطلب ديال الافراج على المتهمين ديالكم. فاسي السناوي راه حنا عارفين المصدره، ملي كتبغي دير شي ملتمس ولا شي حاجه راه خاصك تطلب اخراج الملف من المداوله قبل ما يتم النطق بالحكم، ودير فيه ادراج هو بجلساتين وتحط فيه المذكره ديالك، وداك السي الكاتب الضبط اللي تما كي كاين اش كيكون كيدير، هذاك لو غريفيي اش كيكون كيكتب، هذاك لو غريفيي الناس في المغرب وفي العالم وعبر العالم كيكون كتب اي صغيره وكبيره يطلب منها سواء من القضاء او من الاطراف، راه حتى الطرف عنده الحق يقول له سجل لي سيدي كاتب الضبط هادشي اللي كنقول. فعلى ما كيتفلى بغانا حنايا صاحب المحكمه غادي تقول لها يا ليلى غتمشي كتجري توقف قدام المحكمه آه نعم سيد الرئيس راه ضحك عليهم بقى كيشوف فين قال ما نهضر معايا في الموضوع جيبي لي صوره ما صوره ما تخربيق ديالكم. قال له اه ايوا تما راه ايوا زعما باش يبينوا الاخرين داكشي اللي خلصتيونا راه حنا دفعنا عليكم، وهذوك الناس نتوما اللي خلصتيهم وعطيتيهم باش يدافعوا عليكم راه اسيدي داكشي اللي قالوا لكم راه ماشي هو الصحيح. علاش؟ اولا كنتحداه يجيب لي المحضر ديال الجلسه لان حنا كنعرفوا غير الدليل. ثانيا ملي كان كيقولوا ديال ديك قدام سميتو باش ما يسمعوش خلينا ديك بطا 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 باش زعما حنا ما غنعرفوش شنو كيقول، راه كانت قدامه كاميرا ديال قاعه المحكمه وكان قدامه السيد الرئيس
وانا قلت لي انا حاضره ليلى العماني اشنو عيطت وليا يلا. قال له قال له ايوا سو شوفوا مع الموسى مع النيابه العامه مع السيد وكيل العام. وانا قلت لي شكيو بيا شكيو شكيو يقولوا هذه السيده تفتري الكاذب السيده فين ما كتلقى شي واحد كتقول لك راه يمكن هو السيده اللي مالكم مالكم ما لقيتش كيفاش دوزوا ليا يلا انا كنستناكم ياك دازت يومين مالكم ديك الساعه ملي سمعتوا هذا الخبر لقيتوا عاد جالسين حاضرين الجلسه كتسناوهم ينطقوا ويقول لك هو ديك الساعه كان خاصك ديك الساعه تقبطوا الطوموبيلاتكم وتهبطوا لتمارا وتجيو عندي وتقولوا لي عافاك ورينا داك السيد فين كاين باش نوريكم راه كاين فواحد القادوس في الديبويات وتهبطوا عند وكيل الملك تقولوا اه داك الكتاب وداكشي باش تشوفوا هاد السيده هذا هو الدفاع ماشي تخرميزه وقلتي كتسنى في المحكمه شوفوا مع هاد السيده شنو تقضي بيا انا ياك تسال المتهمين ديالك كتقول خت بغيتي تخرجهم وماك ما خرجتيهمش ديك الساعه قلب كيفاش تخرجهم ماشي تكذب عليا انا وانا كنقول لكم من هنا راه ما تقدوش عليا